أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله على آلائه، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصفيائه. أما بعد، أهلا بكم في حكاية جديدة مع حرف جديد من حروف الهجاء، حروف القرآن، مع حرف الياء. الياء عندي ياءين في القرآن، عندي ياء مادية وياء لين. يعني إيه ياء مادية ويعني ياء لين؟ الياء المادية هي الياء المسبوقة بكسر بس، يعني أي ياء تقابلني في القرآن مسبوقة بكسر ساكنة ومسبوقة بكسر دي ياء مد. ياء مد، ياء مد يعني إيه؟ يعني تقاس عندي بالحركات، زمنها بيقاس بالحركات. طيب إيه ياء اللين دي؟ طب ياء المد تخرج منين؟ إحنا جبناها في أول حلقة، قلنا إن ياء المد بتخرج من الجوف اللي هو خلاء الإيه، الحلق والفم. طب وياء اللين يعني ايه؟ لين ياء لين للياء اللي تقبل الحركه، اللي هي الياء المسبوقه بفتح او متحركه، ساكنه مسبوقه بفتح او متحركه. الياء لا تسبق بضم، بكلمكم بجد، لا تسبق. هات لي ياء ساكنه في القران مسبوقه بضم، ما تلاقيش. هتلاقيها ساكنه مسبوقه بفتح او مفتوح حركه بفتح او بضم او بكسر. خلاص اتفقنا؟ اتفقنا. طيب الياء دي بتخرج منين؟ من وسط اللسان. تاني، احنا لسه كنا بنتكلم امبارح على وسط اللسان، واول امبارح هناخد 3 ايام في الكلام على وسط اللسان، لان ده مخرج ايه؟ الجيم والشين والياء. اتكلمنا على الجيم واتكلمنا على الشين، ومعانا اليوم حرف الايه؟ الياء. بتخرج من الياء وسط اللسان مع ما يوليها مسافة الحنك. طب نعرف مخرجها ازاي؟ قول كده اي. يبقى لازم اعمل ايه؟ لازم اجيب قبلها فتح لو هسكنها. طب لو جبت قبلها كسر يبقى انا جبت حرف تاني خالص. مهم قوي الموضوع ده؟ مهم، عشان افصل بين الياء الماديه ويا لين. زي ما نشوف دلوقتي لما نيجي نتكلم على الصفات، الياء الماديه ما لهاش صفات، بتقاس بايه؟ بزمن الحركات. لكن الياء اللين ليها في صفه الرخاوه، هنقول دلوقتي الصفات. خلاص عرفنا الياء اللين بتخرج منين؟ وسط اللسان مع سقف الحنك. لساني بياخد الهيئه ديت، وسط اللسان مع سقف الحنك. طيب نتكلم على الصفات على طول. اول صفه تقابلني في الياء وهي صفه الايه؟ الجهر. الجهر يعني ايه؟ يعني عدم جريان النفس. الله، الياء ما بيجريش فيها نفس؟ اوعى تجري فيها نفس، لان ما فيهاش نفس بيجري. طيب الصفه اللي بعد كده وهي صفه الرخاوه. يعني ايه الرخاوه؟ جريان الصوت. يبقى بينقطع النفس وبيجري الصوت؟ وده موجود في حروف كتير قوي في القران. طيب يبقى ليه عندي فيها انقطاع نفس وفيها جريان صوت؟ يبقى ناخد بالنا لازم نجري الصوت في الياء. طب اجري قد ايه يا عم الشيخ؟ اجري حركتين ولا 3 ولا 4 ولا حركه ولا حركه ونص؟ لا، مش بالحركات خالص، بالزمن خروج الصوت الطبيعي. زي ما اتكلمنا على الشين قبل كده، قلنا الشين رخوه بيجري فيها الصوت قد ايه؟ اقول اش بس. برضو هنا اقول ايه؟ اي بس. لكن الياء الماديه اي. شوف الزمن زاد ازاي؟ انا بوريك الفرق عشان تقدر تربط. ما جيش عند ياء لينه، يعني ياء بتخرج من وسط اللسان مخرجها مختلف خالص، وازود فيها الزمن زي ما هنشوف من الاخطاء. الصفه اللي بعد كده صفه الاستفال. استفال يعني ايه؟ خلاص حفظنا بقى الحرف ده مرقق. ما هو يا اما مستفل يا اما مستعلي، يا اما مرقق يا اما مفخم. الحرف ده ايه؟ مرقق. طيب الصفه اللي بعد كده صفه الاصمات. الحرف ده صعب، صعب الخروج. طب الحروف السهله ايه عشان نعرف ما عداها يبقى صعب، وما عداها وفي ما عداها يبقى مصمت؟ فر من اللب. 6 حروف بس. فيما عداهم هنلاقي على طول بنتكلم على الاصمات، اللي هو ايه؟ صعوبه خروج الحرف. يبقى ليه حرف صعب؟ صعب المخرج، صعب الخروج. ايه تاني من الصفات؟ احنا كده قلنا ايه؟ 4. الانفتاح. اللي هي منفتحه. اي ما ينفعش نقول اي زي اللي بيجز على اسنانه وكده، لا ما ينفعش، لان ليها حرف ايه؟ منفتح، يعني مش مطبق. وبرده عندنا ايه الصفه اللي ضدها؟ الاطباق، وليها كام حرف؟ 4 بس. فيما عداهم هنتكلم على طول على الانفتاح، اللي هم ايه؟ صاد ضاد طاء ظاء. انا عايزكم تسجلوا الكلام ده وتكتبوه. طيب عندنا الصفه اللي بعد كده، دول 5 صفات يا شيخ، هي ليها صفه سادسه؟ صفه ايه؟ اللين.
طيب نجيب دليل عليها. والين منها الياء وواو ونساكنا إن انفتاح قبل كل أعلينا. الشيخ بيقول اللين في الياء والواو السواكن اللي قبلهم فتح، يبقى صفة اللين. طب يعني ايه لين؟ لين يعني سهولة خروج الياء. حرف هو صعب في المخرج لكنه لابد أن يخرج بسهولة بدون ايه تكلف ولا عنف. بصوا أي في اليون أكتر من كده، بس ما قلتش أي. أي دي واحد عزكم الله وعافانا وإياكم مريض. أي إيه؟ أي. طيب خلاص قلنا صفات الياء. طب حالات الياء السبعة برضو، ساكنة متحركة مشددة. طب نجيبها ننطقها بقى وقولوا ورايا كده. أي. احنا قلنا في كل الحروف بنقول ايه لازم يكون الحرف ساكن وقبله عشان اعرف حدد مخرجه، وقبله اي حركة مع الياء لازم حركة الفتح. ما ينفعش ان انا احقق مخرج الياء في حال سكونها الا بعد فتح، ما ينفعش بعد ضم ولا بعد كسر لانها لا تأتي. طب هقولها ازاي بعد ضم؟ ما اعرفش حد يعرف ينطقها. اقول ايه؟ اوي. ما ينفعش، ما تجيش خالص. لازم الياء لابد وان تكون ساكنه وقبلها مفتوح او مكسور. مضموم لا، مفتوح هتبقى ايه بتخرج من نص اللسان. طيب مكسور تبقى ايه ماديه بتخرج من الحلق، مش من الحلق، من الجوف تحديدا. خلاص. طيب نقولها بقى. اي يا يو يي اي يا اي يو اي يي. تاني وركزوا معايا. اي يا يو يي اي يا اي يو اي يي. دي حالات نطق الياء في القرآن كله. في القرآن كله عرفنا نطقها ازاي. عرفنا نطقها ازاي. طيب نتكلم بقى على الاخطاء الشائعة. الياء فيها اخطاء، يمكن من اكثر الحروف اخطاء عند النطق هي اللين دي، فيها اخطاء كتير جدا. فاحنا هنحاول نبين قدر المستطاع الاخطاء الشائعه اللي هي باينه قوي. طيب الياء عندي محتاج ان انا اعمل فيها ايه؟ محتاج ان انا امشي الزمن. من الاخطاء اللي موجوده ان انا ازود الزمن شويه، ان انا اخليها زي الايه؟ زي المد. ما ينفعش. الشيطان الياء هنا ايه؟ طب نبص لحركه قبلها. الش شين مفتوحه مشدده بالفتحه يعني مفتوحه، وبعديها ياء ساكنه تبقى ياء ايه؟ ياء لين اللي بنتكلم عليها النهارده. طيب الخطا بيقع فين؟ اسمعوا كده. الشيطان شيطان. لا مين قال كده؟ هي مش ماديه عشان تزود فيها الزمن كده. هي ايه؟ الشيطان شيطان شيطان. طب الخطا الثاني اللي بيقع فيه بعض اخواننا واخواتنا في كلمه الشيطان وفي الياء الساكنه تحديدا، تحريك الياء الساكنه. الشيطان هقولها لكم قبل الساعه كامله كده. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ده خطا. امال اقولها ازاي؟ اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. شيطان. طب خطا تاني هيقابلنا في كلمه الشيطان برضو، تفخيم الياء. الياء مرققه، مش هنقولها مستفله يعني، مرققه ما ينفعش انا افخمها. بنسمع كتير أعوذ بالله من الشيطان. شي 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 شي. لا هي شي شي شيء. وأنا أقول شيء وضعت شيء على المكتب، أقول وضعت شيء على المكتب شيء. لا ما ينفعش. شي شي. يبقى هي مرققة على طول في كل حالاتها في القرآن، لا تقبل التفخيم. يعني لا تقبل التفخيم ولما تكون ساكنة لا تقبل الحركة. طيب نخش على خطأ تاني وهو خطأ شائع برضو ومنتشر وخاصة في الفاتحة. احنا اي خطأ يقابلنا في الفاتحة هنركز عليه اول، لان احنا عارفين الفاتحة هي الصلاة، ولا تصح الصلاة الا بنطق قراءة الفاتحة قراءة صحيحة. ما ينفعش ابدأ الحرف مكان حرف اقول الصلاة صحيحة، وده مش رأيي، ده كلام الفقهاء. فانا بقولك عشان تاخد بالك، كتير من الناس في إياك بيسقطوا حرف من القرآن. إيه؟ والله بيسقطوا حرف من القرآن.
طب اسمعوا كده. إياك نعبد وإياك نستعين. هو أنا عندي هي إياك ولا إياك؟ أما أقول إياك يبقى أنا جبت هي واحدة، إياك، إياك أن تفعل، هي إياك. لابد من بيان تشديد الياء. يبقى أنا لما الياء تيجي عندي مشددة وجب بيانها، ووجب تفصيل الساكن وبيان الساكن عن المشدد. يبقى أقولها إزاي؟ إياك، إياك نعبد وإياك نستعين. لو قلتها غير كده يا شيخ تبقى أخطأت. وأنت يا أختي لو زودتي زمن بقى الرخاوة في الياء تبقى أخطأتي. لما أقول إياك نعبد وإياك، طب احنا كده زودنا الزمن، هي إيه؟ إيا بس، إيا ما تزيدش عن كده. لا أقول إيا ولا أقول إيا، وأجيب ياء واحدة. ناخد بالنا، ايه ده يعني انا ممكن اسقط حرف من القران بسبب ان انا بتعامل مع الحرف بشكل فيه تراخي؟ اه، ما احنا بننبه اهو، بنقول خد بالك المشدد ده حرفين. اذا كان حد عنده كلام تاني يقوله لي. احنا متفقين كلنا ان الحرف المشدد ده عباره عن حرفين، ساكن ومتحرك. اي ادي ياء ساكنه، ياك ياء متحركه بفتح. كل الحروف المشدده عباره عن حرفين، ساكن ومتحرك. طيب ما هو ده ساكن متحرك بس ده حرف واحد وعليه شده. اه، ما هو بدل ما يكتبوا ياء ساكنه ويحطوا عليها السكون وبعد كده ياء متحركه، فكتبوا حرف واحد وحطوا الشده دي عشان تعرف ان في هنا حرفين، يبقى لازم انطق ايه؟ حرفين. يبقى اقول ايه؟ اياك، ما اقولش اياك. طيب ايه من الاخطاء الثانيه الشائعه؟ اذا كانت الياء مشدده وموقوف عليها. لو تفتكروا احنا كنا بنتكلم امبارح عن حرف الشين وقلنا ناخد بالنا ان زمن الحرف المشدد عند الوقف عليه بيبقى زمن ايه؟ حرفين. بقف عليه بزمن الحرفين، وده هيبقى معانا في القران كله. اي حرف اقف عليه هقف عليه بزمن ايه؟ الحرفين. ازاي؟ نجيب مثال. طيب صلوا على النبي المختار عليه الصلاه والسلام. الحي يصل ايه؟ الحي او الحي، صح؟ مشدده. الله لا اله الا هو الحي القيوم، الحي. طيب الياء المشدده هنا مشدده بايه؟ بضم. يعني عندي ايه؟ ياء ايه؟ طب لو وقفت عليها ضاف عليها بياء واحده، بس لازم اطول الزمن شويه. اقول ايه؟ الحي. شوف زود الزمن ازاي. ده طب ده انت ده الكلام ده مناقض. انت عندك الياء الساكنه انا اقف عليها بالسكون، احنا عندنا بنقف بالتسكين على طول، فبقى عندي ياء ايه؟ ياء ساكنه بعد فتح. تاخد زمن قد ايه؟ زمن بسيط قوي، اللي هو ايه؟ اي. ازود زمن شويه بس عشان ابين ان كان فيه هنا تشديد. اقول ايه؟ الحي، الحي، الحي. بس زود زمن شويه بس صغيرين عشان يبين التشديد. طب لو ما زودتش الزمن يبقى انا اقسم القران زمن صوت الحرف، جزء من زمن صوت الايه؟ الحرف. وده مع اي حرف يقابلني من حروف الهجاء مشدد موقوف عليه اقف عليه بزمن ايه؟ بزمن الحرفين. طيب نجيب مثال تاني. بمصرخي، ما اقولش بمصرخي. في ناس كتير قوي ما بتجيبش ياء اصلا. اما اقول بمصرخي فين الياء؟ انت سمعت مني ياء؟ فين الياء؟ لازم اقول بمصرخي، خي، ما اقولش خي خي خي. الياء مش من صفاتها الشده، احنا مش قلنا الياء من صفاتها ايه؟ جرايين الصوت، الرخاوه. لو انا قطعت الصوت ما تنفعش، ما تبقاش ياء. يبقى انا هغير الحرف تاني على طول. ما احنا بنبين يا جماعه، بنبين لحضراتكم ان الصفات مهمه جدا. طيب ايه تاني من الاخطاء؟ إذا شددت الياء وكان قبلها مشدد بقى عندي ثقل. التشديد ده يعني ثقل، التشديد يعني ثقل. وطالما عندي ثقل في التشديد وإذا جه بعديها مشدد يبقى في عندي ثقل مرتين، ثقل على المشدد قبل الياء وثقل على الياء المشددة. يعني إيه؟ يعني خد بالك، خدي بالك، أنا ممكن أضيع حرف في النص. نجيب مثال. السيئات، أنا بقول أس سي، أربع حروف،
السين مرتين والياء مرتين. سين ساكنه بعدها سين متحركه، ياء ساكنه بعدها بعدها ياء متحركه. ما اقولش السيئات، سيئات، السيئات، السيئات. فين يا عم الحروف الاربعه؟ ده انا عندي اربع حروف. لازم اقول السيئات، السي، لازم. طب لو انا عملت كده، لا ما ينفعش، انا كده خففت الحرف المشدد. يعني خففته بدل ما هو حرفين خليته حرف واحد. لسه بنتكلم على خطوره الكلام دوت، واحنا عندنا قاعده مهمه جدا بناكد عليها، ان القران منزه عن الزياده والنقصان وعن التبديل وعن التحريف. لا زيد في القران حرف ولا انقص حرف، لا زود حرف ولا نقص حرف، ولا بدل حرف ولا احرف في حرف في نطقه. يبقى احنا محتاجين ان احنا نعرف الكلام ده كويس قوي. طيب ايه تاني؟ الأميين، الأمي. ده عندي مشدد قبل الياء المشددة، يبقى لابد من بيان الايه؟ الأميين، ما اقولش الأميين، الأميين، ما ينفعش. خدوا بالكم من اسقاط الحروف ده، لان دوت منتشر قوي، ان انا اوقع حرف مني وانا ماشي، مين يتحمل مسؤوليته؟ دي مسؤولية كبيرة جدا، ده حروف قرآن، حروف ذكر، حروف احنا متعبدون بقراءتها بشكل صحيح، زي ما احنا متعبدون طبعا وللأصل بالعمل بما في القرآن. طيب ايه تاني من الأخطاء الشائعة؟ ان انا بشدد بقى المخفف، يعني ازود حرف في القرآن. ده موجود؟ والله موجود. اسمعوا، وتعيها، دي مخففة، الخطأ فين؟ وتعيها، ان انا اقف على الياء، وتعيا، مفيش عندي ياء مشدده يا اخي. يا اختي بص في المصحف، الياء عندي ايه؟ مفتوحه محركه بفتح، اول ما اقف عليها بجيب ياء على طول ساكنه، وتعيا، ما ينفعش، هي وتعيا، وتعيها، وتعيها، ما شدتش، ما زودش حرف في القران. احنا جبنا اللي بينقص وجبنا اللي بيزود، لا ينفع ده ولا ينفع ده. لازم نطلع الحروف مظبوطه. أفعيينا، ما اقولش أفعيينا، أفعيينا، لا ما ينفعش، أفعيينا، بس ما تضغطش على الياء، لو ضغطت عليها على طول هشددها، فناخد بالنا. أخي بالله عليك، أختي بالله عليكي، ناخد بالنا، ده قرآن. طب إيه تاني من الأخطاء؟ عدم، ناخد بالنا من حاجة، يعني ده تحذير، ان انا ما ادغمش الياء الماديه في ياء اللين. هو انا ممكن ادغم الياء الماديه في ياء اللين؟ ده بقى يعني منتشر بسبب برضو العنف. هرجع واقول لا عنف في القران، لا في قراءته ولا في تطبيقه، ما فيش عنف عندي في قراءه القران ابدا. طب هات لنا مثال يا شيخ. الذي يوسوس، الذي دي ماديه صح؟ طب نشوف مواصفاتها كده، ذا المكسوره بعديها ياء ساكنه، يبقى على طول دي ماديه. احنا قلنا الياء الماديه نعرفها بايه؟ انها قبلها مكسور. طيب يوسوس ياء متحركه بضم، يبقى هي بتخرج، طالما الياء اتحركت يبقى بتخرج من وسط اللسان على طول. طب ايه اللي بيحصل؟ اللي بيحصل بقى ان احنا بنعمل عنف على الياء الماديه، فنعمل ايه؟ نقول ايه؟ الذي يوسوس، لا كده انا ادغمت، يبقى انا كده اضفت ياء للياء المتحركه بضم، وهي الياء لايه؟ المادية، أبدلتها بياء بتخرج من نص اللسان، مكنت المخرج واحد بس. طب الصح إيه؟ الذي يوسوس، الذي يوسوس في يوسف، ما ينفعش أقول في يوسف، في يو، في يو، يبقى أنا شددت الإيه؟ الياء. أنا عندي كلام برضو كتير في حرف الياء، لكن زمن الحلقة انتهى. هذا ما أعلم، والله تعالى أعلى وأعلم، وهو حسبنا ونعم الوكيل. ألقاكم غدا بإذن الله تعالى مع حرف جديد، وهو حرف من الحروف المهمة. كل الحروف مهمة، لكن ده من أثقل أو أصعب الحروف خروجا من مخرجه، وهو حرف الضاد. الضاد، ولينا إن شاء الله كلام فيه كتير. انتظرونا غدا، ألقاكم على خير حال، أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.